التهنئة موصولة لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي إذن الشاهينية المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، أيضا تسجل هذا التوقيت الزمني المميز في هذا المساء برفقة فيصل بن طالب بن شريم المري. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحظ الكريم، انطلق على بركة الله وتوفيقه شوطنا العاشر بتعداد أشواط الفترة المسائية، وانطلقت الأسماء المرافقة والشعارات المنطلقة هنالك الصدارة والمقدمة. يتواجد الفاتن على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط الملكية لهجن الشيحانية برفقة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، من يقدم لنا الفاتن على أول المراكز. ثاني المراكز يتواجد عقاب على المركز الثاني الملكية المبارك بن محمد بن علي بن حيدان المري مع المركز الثاني. ثالث المراكز أو من يتواجد على المركز الثاني، مرحبا بقدوم هذا الشعار حمد بن سالم بوشقلة المري، وأيضا بأول ظهور لهذا الموسم ولهذا الشعار بعد عودته لسباقات الهجن وأيضا على أراضي الميادين والمنافسات الجميلة. المركز الثالث يتواجد الرمادي علي بن حمد بن طفلة المري مع المركز الثالث. والمركز الرابع هنالك رابع المراكز، من يتواجد على المركز الرابع بهذه اللحظات وبهذه الانطلاقة. نتأخر قليلا لنوافيكم ببقية الأسماء المتواجدة وأيضا الشعارات المشاركة بهذا الشوط. المركز الرابع أتابع شاهين المملوك لصاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وسعادة بن طالب بن شريم البري من يقدم بعملية التضمير. المركز الخامس يتواجد بهذه اللحظات السعادية من تعود ملكية الهجن الشحانية سلطان بن محمد الوهيبي من يديره بعملية التضمير. هذا هو النداء الأول للخمسة المراكز المتقدمة، ولكن نعود ونتحول إلى الصدارة، نعود إلى أول المراكز وإلى المقدمة وإلى هنالك الانطلاق المميز من قبل الفاتن، من يتواصل مع الصدارة ومن يتواصل مع المقدمة. الفاتن من تعود ملكية الهجن الشيحانية برفقة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. ثاني المراكز يتواجد بهذه اللحظات عقاب على المركز الثاني حمد بن سالم وشقلة المري يقدم لنا عقاب هذا الطير الجارح المنطلق على المركز الثاني. المركز الثالث هنالك شعار بن طفلة مع انطلاقة الرمادي لعلي بن حمد بن محمد بن طفلة المري على المركز الثالث. رابعا أتابع تقدم ووصول من قبل رابع المراكز وانطلاقة شاهين لحمد بن مبارك الشهواني. خامس المراكز انطلاقة ووصول هنالك المتواجد شاهين الملكي اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وفيصل بن طالب بن شريم المري من يقدم بعملية التضمير. هذا هو شعار الشاهينية من حققت التوقيت المميز وحطمت هذا التوقيت وهو 12 دقيقة 43 ثانية 32 جزء من الثانية. هذا هو التوقيت الأفضل الذي رافق الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. وأيضا نشكر فيصل بن طالب بن شريم المري من قدم لنا الشاهينية وأيضا قدم لنا برفقتها التوقيت المميز. نعود إلى مجريات الشوط ونعود إلى هذه الانطلاقة الجميلة من تواصل شعارات أبناء الأمراء وأيضا الشيوخ وأيضا أبناء القبائل بهذه الانطلاقة بتواصل شوطنا العاشر المخصص للصنايا القعدان. هنالك الفاتن ما زال على الصدارة ينطلق على أول المراكز ويتواجد بالانطلاقة الجميلة مع المقدمة ومع الصدارة بأريحية تامة. يتواصل هذا المسمى وهو مسمى الفاتن
الملكية سمو الشيخ حمدان والملكية الهجن الشحانية برفقة سلطان بن محمد الوهيبي ثاني المراكز عقاب حمد بن سالم بوشقلة المري يقدم للعقاب مع المركز الثاني نتمنى لك التوفيق يا أبو سالم وأيضا لإخوانك المشاركين في هذه الانطلاقة وأيضا من يتواصلون بالانطلاقة الأسماء المتواجدة المركز الثالث يتواجد السعدي هجن الشحانية هي المالكة والسلطان بن محمد الوهيبي من يديرها بعملية التضمير المركز الرابع وتابع ظبيان لعلي بن حميد الرز الشامسي من يقدم لنا ظبيان مع المركز الرابع وهذا شعار بن فهيدان ولكن كما هو مدون ظبيان لعلي بن حميد الشامسي من يقدمه مع المركز الرابع خامس المراكز يتواجد الشاهين الملكي اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم فيصل بن طالب بن شريم مضمر القرن يقدم لنا شاهين بهذه اللحظات وايضا بهذه الانطلاقه المميزه وهنالك الاسماء العديده والاسماء الكبيره ما زالت خلف الخمسه المراكز المتقدمه نترقب قدومها نترقب وصولها لتشكيل المنافسه وايضا الانطلاقه المميزه ولكن اعود مع الصداره اعود مع المقدمه اعود هنالك مع الفاتن من ينطلق مع اول المراكز وكلما عدت نداء وشاهد الفاتن يباعد رويدا رويدا عن بقية الأسماء المتواجدة وعن هنالك الأسماء المشاركة برفقة بهذا الشوط الملكية لهجنة الشحانية السلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يديره بعملية التضمير النقلة للمركز الثاني نفس الشعار نفس الملكية نفس المضمر وانطلاقة السعدي من انطلق بهذه اللحظات على ثاني المراكز الملكية الهجن الشحانية وعملية التضمير لدى سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي وهذا اسمه الشقب وليس السعدي الشقب من ينطلق على ثاني المراكز لهجن الشحانية وعملاق المضمرين من يديره بعملية التضمير المركز الثالث يتواجد ظبيان علي بن حميد الشامسي ضيف عاني للمشاركة على أرضية ميدان التحدي على أرضية ميدان الشحانية بتواجد هذه الأسماء المميزة رابعا نتابع تواجد شاهين الملكي اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم فيصل بن طالب بن شريم المري من يديره بعملية التضمير وختام النداء برفقة عقاب الملكي لحمد بن سالم بوشقلة المري مع المركز الخامس ويبدو بأن أول مشاركة لهذا القعود المشارك معنا في هذه الفترة المسائية إذا نعود ونتحول إلى أول المراكز نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة وإلى المنافسة الجميلة وإلى انطلاقة هنالك الفاتن المتواجد على الصدارة والمتواجد على أول المراكز الله يا الفاتن فتن الأنظار وانطلق مع الصدارة وانطلق أيضا بمباعدة تامة عن بقية الأسماء المتميزة والمتواجدة برفقته بهذا الشوط يلعب وحيدا على الكادر الأعلى متواصل على هذا الكادر وأيضا ذاهب بسيارة الكاميرا رقم واحد برفقته وأيضا مغادرة تامة عن بقية الأسماء المتواجدة ليأتي على المركز الثاني بهذه اللحظات إذا على المركز الثاني يتواجد شاهين على ثاني المراكز الملكي اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم فيصل بن طالب بن شريف المري بدأ بالملاحقة بن شريف بدأ يلاحق هنالك الفاتن بانطلاقة شاهين على المركز الثاني ليأتي ثالثا ويتواجد الشقب لهجن الشحانية برفقة سلطان بن محمد الوهيبي عملاق المضمرين يقدم لنا الفاتن مع المركز الأول ويتواصل بانطلاقة الشقب مع المركز الثاني إذا هنالك أيضا هنالك انطلاقة اثنين وكرتين برفقة الوهيبي ثالث المراكز رابعا يتواجد بهذه اللحظات وبهذه الانطلاقة ظبيان لعلي بن حميد الرز الشامسي من يقدمه مع المركز الرابع نتابع النداء بقدوم المركز الخامس وتواجد أحد الأسماء على خامس المراكز بانطلاقة المركز الخامس وبقدوم أحد الأسماء إذا خامس المراكز يتواجد الذيب لأول ندى محمد بن راشد
الجبر النعيمي وانطلاقته على خامس المراكز، وأيضا برفقة الأسماء العديدة المتواجدة، وعود مع تجاوز لافتة الألف وخمسمائة متر بدأت الأمتار تتقالص، وأيضا بدأت ترتفع درجة حرارة هذا الشوط، وبدأ الانطلاق وأيضا بتبجيل المرباع من قبل هنالك الفاتن. الله يا الفاتن، يبدو بأنه أطلقت عليه شبه التعليمات، عبر الجهاز اللاسلكي، لأني أراه ينطلق ويباعد المسافة، وأيضا يفتتح الكيلومتر الأخير. الله الفاتن على المركز الأول، وهنالك شاهين ينطلق ويحلق على ثاني المراكز الملكية، شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، فيصل بن طالب بن شريم المري من يدير بالتضمير، الشقب على المركز الثالث الملكية لأجل الشيعانية وبرفقة سلطان بن محمد الوهيبي بعملية التضمير، ولكن أعود مع الصدارة، أعود مع المقدمة، أعود مع الفاتن. الله يا الفاتن، من انطلق بانطلاقة هنالك الظبا، بانطلاقة الرياح العاصفة، وأيضا بتواصله مع أول المراكز، نتقدم مع هنالك الفاتن، من تقدم وتواصل مع الصدارة ومع المقدمة، وباعد المسافة مسافة طويلة وكبيرة ما بينه وما بين الأسماء المتبقية. سلام الفاتن سلام، نشاهد هذه المسافة الكبيرة ما بينه وما بين الأسماء المتواجدة، وللمعلومة انطلاقه ذاتي بدون أي تعليمات منذ أن أطلق هذا الستار، وهو متحمل المسؤولية ومتحملا أول المراكز، وأيضا متحملا المسؤولية ولحظة قدومه ووصوله إلى خط النهاية. ويا لحالات الصدف، رقم واحد ويتواجد على المركز رقم واحد لحظة قدومه إلى خط النهاية، معلن الفوز وأنه مستعد لتبكي الهجن الشحني ولعشاقه والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي، من قدم لنا الفاتن في هذا الشوط وحقق أول المراكز. المركز الثاني نترقب قدوم ذلك المراكز، الشقب لأجل الشحانية، المركز الثالث شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب، المركز الرابع كان وصول من قبل شاهين صاحب سمو الملك الامير تركي محمد بن فهد ال سعود، المركز الخامس الفائز لناصر بن فهد بن ناصر الهاجري. اذا هذه خمسه الاسماء، نهني جميع الفائزين، حظنا اوفر لمن لم يحالف الحظ في هذه الانطلاقه. نذهب بحضراتكم للتوقيت الزمني، اذا الفاتن ولحظه وصول لخط النهايه، توقيت الزمن 13 دقيقه 22 جزء من الثانيه، او 13 دقيقه 22 ثانيه 36 جزء من الثانيه. تعال التبريكات لهجن الشحانيه، كمان هاني السلطان بن محمد الوهيبي ثاني المراكز. اذا المركز الثاني كان القدوم من قبل الشقب، ننتظر لحظه وصول لخط النهايه 13 دقيقه بلا شك، 34 ثانية جزء من الثانية. الثاني تبقى على الهجنة الشحانية، كمان هاني سلطان بن محمد الوهيبي، شاهين وصل على المركز الثالث 13 دقيقة 36 ثانية 14 جزء من الثانية. الثاني تبقى على سمو الشيخ حمدان بن راشد.